السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وين ما كنتوا. صيام مقبول ودعاء مستجاب، وإن شاء الله ببركات هذا اليوم الفضيل يجعل لفرج لأهل غزة كالعادة، منتصرين مرفوعين الرأس مجبورين الخاطر يا رب العالمين. نحن نصيد حصارا كاملا على غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا غاز، نحن نواجه متوحشين ويجب أن نتصرف وفقا لذلك. بدنا نظل صامدين، يعني راح نظل صامدين، وعندنا بدل البديل ألف. هذا هو لسان حال أهل غزة بكل تفصيل من تفاصيل حياتهم. في مثل بيقول الحاجة أم الاختراع، هو مثل صحيح، بس بغزة أضافوا لهذا المثل كمان مثل اللي هي الإرادة أم الاختراع. قصف وتدمير وقطع كهرباء ونفاذ وقود وتجويع، والغز بيأبه إنه يكون إلا زي طائر العنقاء من تحت الركام بيرجع وبيحنق. طبعاً قطعوا الغاز، دبرنا فحم، دبرنا طحين بالعافية، دبرنا خميرة بالعافية، وهي الاختراع الجديد قبل ما ينحرق الخبز. إنك قديش مستنى فيه؟ خمس ساعات. خمس ساعات تستنى بالخبزات؟ صحة وعافية. أهل غزة علمونا نعمل من تنكة الزيت فرن. هذه الأرغفة من الخبز تصنع هنا في هذا المكان في هذه المدرسة، وهي عبارة عن مركز إيواء هؤلاء النسوة، يقومن بتجهيز هذا الخبز في هذا المكان بعد الحاجة الماسة إليه وقلة وجوده. طبعا الحديث عن أنه هذا الفرن فرن الطينة، طبعا عبارة عن أخشاب يتم إيقادها وإشعالها لطهي هذا الخبز. الانقطاع الدائم للكهرباء وتدمير كل البنية التحتية للمولدات إما بالقصف أو منع وصول الوقود للقطاع خلى أهل غزة اللي ما بنخاف عليهم يقولوا معلش إحنا مندبرها. جابوا ألواح شمسية، شمس ربنا هاي ما حدا بتحكم فيها، أطلعوا لها مخارج وبطاريات، وبطريقة معينة صاروا يشحنوا عليها أجهزتهم الفلوية ويضووا أضوية الخيم اللي هم فيها، ويشحنوا مصابيحهم اليدوية ويستخدموا فيها كل الممكن ضمن هذه الإمكانيات المحدودة. بعد أن شردتهم الحرب من بيوتهم وعزلتهم عمن حولهم، أتاح لهم هذا المركز الصغير إمكانية الاتصال بالعالم من خلال هذه الأجهزة المتراصة من مصابيح وهواتف وأجهزة مذياع التي تشحن بوصل مقابسها الكهربائية بمنظومة الطاقة الشمسية. جبنا الطاقة هذه طاقة بديلة، وبدأنا إنه إحنا إيش نشحن للناس ونساعد الناس في نفس الوقت لكي يشحن تلفونه ويطمن على أهله وعلى ناسه اللي برا بيطمنوا عليه، بيتصلوا عليهم. طبعاً بيتصلوا عليهم عن طريق التليفونات وفيش عندهم شحن، فإحنا وفرنا وأنشأنا هذه المنظومة بناءً منساعد المواطنين في نفس الوقت إنه إحنا كمان نصرف على حالنا. مش بس هذا المشروع الوحيد، الفكرة انتشرت عند كثير من شباب غزة مباشرة، وانتشرت انتشار النار بالهشيم لما حتى نسيوا أي شيء اسمه كهرباء، توجهوا للطاقة الشمسية، صارت إيش عمل جديد وحل مشاكل الناس بنفس الوقت. أنا جميل أبو عمشان بيت حنون، المشروع هذا والله هذا جابوا جوز بنتي طاقة من عند صاحب له عشان إنه يشتغل عليها ويسدد قديش بيقدر يسدد من حقه، يسدد ما دفعش حقها مع ساعة انفار، ويعني ضلعت عليه كمان من حق الخيمة والله دين الشادي لسه ما دفعش حقه، يعني مش مصدر هي بسوي له في اليوم 10 شيكل 15 شيكل بالكثير، يعني انت شايف الناس بيطلبوا 2 شيكل على الجوال بيقولوا بكفي شيكل، بدل ما يشحنوا ساعة ساعتين بيقولوا بكفي نص ساعة، يعني بدل ما ياخذوا 100% ياخذوا 50% عشان يوفروا الشيكل. الآن شو الأخبار؟ سمعتوا الأخبار؟ يا إسماعيل يا أنس يا محمد عبد الرحمن حمزة، سمعتوا الأخبار؟ شو الأخبار؟ يا راجل الكهرباء قاطع، كيف بدنا نسمع الأخبار؟ معلش ما في شيء بيصعب على الغزاوي. شب تك تك اخترع لهم راديو وأحلى ما يكون. تفضل شوفوا الاختراع. اختراع بقول لك هاي أخبار الحرب، إحنا موجودين صح؟ هذا أخبار الحرب،
بلاستيكا وفيش كهرب، قطع ما في كهرب. الشاب اخترع عشان يسمع الاخبار ويشوف الوضع. عشان هيك قبل نقول يا ويلي اليهود، غير هيك والله ما في حاجه صعبه بغزه. ده حدث بالعشرات بعد الاطلاق، تحدث بخانه الاحاد في هذه الاهداف في الضحايا الذين ماتوا. عطشوهم، ضربوا كل محطات التحليه، فجروا انابيب المياه، وحرقوا كل البنية التحتية في سبيل قتل الغزيين من عطش. لكن إرادة الله من فوق كان لها إشي مختلف. السنة هاي إجت أمطار كثيرة على القطاع وعلى المنطقة كلها، وزي ما قلنا الشعار العام في غزة تقلقش العقل الغزي موجود في كل مكان. شاب صغير يمكن عمره 17 سنة قام يجمع مية الأمطار طريقة نظيفة ومرتبة ومبتكرة وبتكلفة تقريبا صفر. زي ما انتم شايفين قررنا نستغل مياه الامطار، فيش مياه للشرب صالحه في ظل هذا التلوث اللي احنا بنعيش فيه. انا وسامه بطحون من مخيم جباليا، طبعا اجتنا هذه الفكره من شح مياه الشرب، فحاولنا نوفر مياه للشرب صالحه. الحاجه يا جماعه ام الاختراع، واحنا شعب محب للحياه، نعمل المستحيل مشان نعيش. والله انكم شعب محب للحياه فعلا، صار لنا الحياه كمان. طبعا في عشرات الاختراعات المهمه للغزيين قبل الحرب واثناء الحرب، قد ما نقدر راح نستعرض بعضها بهالحلقه هاي، رغم انه الوقت كثير قصير. بس عجبني مثلا خياط غزاوي اسمه ماجد ابو حاجب، لما انقطعت الكهرباء عن قطاع غزه ما عرف كيف بده يشغل ماكينه الخياطه تبعته، شلون بده يصلح ستر الناس وبناطيلهم وملابسهم ومواعيهم. فكر شوي ولقى الحل، قال له يا ولد جيب هالبسكليت. الحاجة في قطاع غزة ليست أم الاختراع فقط، فهي أبوها أيضا. هذا ما طبقه بالحرف الخياط الفلسطيني ماجد أبو حاجب، والذي حول دراجته لماكينة خياطة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. هنا يجلس أبو حاجب على جانب الطريق في أحد أسواق مدينة رفح منهمكا في القياس والقص والخياطة، بينما يقف ابنه مجدي في مواجهته، حيث يدير دواسات دراجة أطفال مفككة بيديه لتشغيل الماكينة لإصلاح سترات الذين نزحوا من منازلهم في غزة بعدما تمكنوا بالكاد من تغيير ملابسهم. أبو حاجب استبدل الدراجة الهوائية هذه بدل الموتور، أما الكهرباء فيسد محلها ابنه. طفل صغير نازح من الشمال كانت ترعبه كثير عتمة خيمة النجوم. إذا الجو بالليل دائماً قاسي لما تقطع عنك الكهرباء، كيف لما تكون نازح من بيتك وقاعد بخيمة والدنيا شتاء والهواء ليل ونهار بيلعب بمشمع الخيمة؟ طفل صغير اسمه حسام العطار فكر كيف ممكن يضوي هالخيمة بالليل وما في كهرباء. حاب يساعد أهله، حاب يقدم إشي لوطنه، فكر، قرر، صمم. إنها الإرادة يا سادة. القبوني بنيوتن غزة، الشبه له بينه وبين نيوتن انه نيوتن يعني هو قاعد تحت شجر تفاح وقعت عليه التفاحة فاكتشف الجاذبية، واحنا في ظل الظلام اللي احنا عايشنا فيه والمأساة والصواريخ يعني بتنزل علينا، فأنا فكرت اني اعمل هذا الضوء، اخترعت هذا الضوء. فأنا فكرت انه اعمل هذا الاشي انه يخفف من المعاناة اللي احنا عايشين فيها. رحت على سوق الخردة في الاول فلقيت هدول المراوح جبتهم، فكرت انه اعمل فيهم طحونة هوائية يعني تولد الطاقة. أول محاولة ما زبطت معي، الثانية كانت تولد طاقة بس ضعيفة، الثالثة جبت كمان واحدة وركبتها فوقيها ويعني زبطت. بعدين نزلت منهم أسلاك ويعني ضويت منهم ضوء فيعني زبطت الفكرة. ولو بدنا نرجع لورا كثير، يعني مش ورا كثير كثير، لقبل 5 سنوات من هاي الحرب غزة كانت زاخرة بالافتراعات. في شاب اسمه محمد عطية حرب، مجاله قريب من هاي الاختراعات، دراسته كانت بالطاقة البديلة. شاف مرة روبوت لجيش الاحتلال يستخدموه بديل للإنسان، فكر، جرب، وصمم. كانت النتيجة إنه شاف اختراع حامل للأفراد متعدد الأغراض بغزة. جرب أول مرة، ثاني مرة، حتى نجحت معه. أيوه.
كم كنت بصفح على الفيسبوك وشفت تقرير الجيش الإسرائيلي إنه عمل نقل الجند من غير سائق تحكم لا سلكي. فالفكرة عجبتني وقلت بدنا نشوف نحاول نعملها ونطورها، واشتغلت عليها 4-5 شهور، مرة تزبط ما تزبطش، حاولت أكثر من مرة. في آخر شيء وصلت لي فكرة إني يعني تقريباً 70% فكرتي نجحت 100%، فاعتمدتها وصرت أمشي على يعني على خارطة معينة والأمور صارت. وقبل سنتين شباب من غزة اخترعوا روبوت لإطفاء الحرائق. جمعوا شوية ترى من قطع الفرندة، يعني منين بدهم يجيبوا؟ غزة كلها محاصرة، كل قطعة من جهة. صنعوا روبوت لإطفاء الحرائق. العظيم شباب غزة بعقول غزة إنهم بيصنعوا إشي من ولا إشي. هم مش بس عقول، لا، بنفس الوقت ظروف الحصار والحروب والدمار ما وفرت لهم اللي بدهم إياه، مع هيك بيعملوا اختراعات اللي هم بدهم إياه. المعاناة اللي بيعانوها أهل غزة مش من 6 شهور وبس، هي معاناة دائمة من 17-18 سنة وهم محاصرين. بيعانوا من انقطاع البنزين والكهرباء وغاز الطهي. عشان هيك إذا بتلاحظوا معظم الاختراعات هي حل لمشاكل يومية بيعانوا منها. مثل قبل 10 سنين كان في شاب عمره 17 سنة، يعني هسه صار عمره 27 سنة، اسمه إبراهيم. هذا إبراهيم الشاب المخترع حول الماء إلى غاز الهيدروجين كبديل لغاز الطهي، اللي من 10 سنوات كان بيظلوا ينقطع. إذن المشكلة ما بلشت ب 7 أكتوبر زي ما بيقول البعض، المشكلة صار لها 18 سنة من يوم ما غزة تحررت. بنجيب المواد يعني المنشآت المدمرة، بنجيبها بنفرزها، يعني بنطلع الحديد بنفرز الركام والشغلات يعني اللي ملهاش لازمة مثل الخشب والأطقم اللي يعني اللي تم تدميرها يعني لحال، وبنستخرج البطون لحاله يعني، ومن البطون بنعمل بلوك وبنعمل شغلات ثانية، والحديد يتم استخدامه ثاني، وهكذا يعني تتم عملية إعادة تدوير. آخر الكلام، وبما أنه إحنا بعدنا بجو الاختراعات، بحب أختم كلامي بمعادلة: عزيمة زائد إرادة زائد تصميم زائد عقيدة صحيحة يساوي نصر مبين من رب عظيم. هذه روح الروح.